ضد أو مع بايا زردي رغم التجربة الكبيرة اللي عندها تقدم برنامج تيلياشا. والله معاه لانه اختيارات، ديما نرجعوا اختيارات شخصيه في بلاصتها. انا حكيت معها معناتها حتى ديرنييرمون في الانترفيو كل شيء، قلت لها بيا معناتها عندك كارير كبيره، نشوفك انت تدير برنامج ومش مثلا كرونيكوز. انا هكا هذه هي نظرتي في الاخير، هو كل شخص حر في اختياراته. معناتها انت ضد وانت اليوم يكلموك باش تكون موجوده في تيلياشا، تقبل ولا؟ انا ما نقبلش. انت ما تقبلش واقترحوا عليا وما ديجا اقترحوا عليك؟ يا حاجه تنجم تعملها ولا ما تنجمش تعملها، قادره انك تعملها ولا ماكش قادره؟ ما نعرفش، انا ما نجمش نكون مثلا انستغراموز ونحكي على ان برودوي، مستحيل، ما عنديش القابليه هذيك، حاجه ما نجمش نعملها. فانا رفضت مش لانه اهانه او لانه ما نعرفش نبيع، ما نعرفش. باهي انت تقول لك كمان انا نعرف اللي اللي انا نعرف نبيع. لا انت تكبر على المنصب. لا والله لا. ضد او مع هيلا الركبي كي خذيت قرار الاعتزال بعدت على الاضواء؟ ضد او مع تعمل كيفها وتنجم تعمل كيفها ولا في وقت من الاوقات؟ اي اكيد اكيد نجم معناها تاخذ قرار تبعد كومبليتمون على الاضواء. وي وباش يصير بيانتو الموضوع هذا بالنسبه لي انا. ماشيه فيه. علاش؟ خاطر نحب نهتم بجوانب اخرى في الحياه. تنجم توفق بين هذا وهذا؟ نجم كان فما حاجه كيفو لابين، ما فماش حاجه كيفو لابين، ما فماش علاش. نحكي خاطر على قرار نهائي. نهائي اعتزال وحتى لا 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 وحتى الحضور في برامج وكل شيء، نسكروا الموضوع مره واحده. مره واحده، واضح به، كما انا من ضد او معاه. فرح انت استثمرت في روحك، عملت برشا دورات تكوينيه، كنت وقتها في الدورات هذيك عندك نظره لبرا، حابه تعمل كارير على المستوى العربي؟ انا في فتره من الفترات بعد ما كملت في اي اف ام حبيت نحل مشروع خاص بيا انا، وبديت مشيت عملت اون فورماسيون في الكويزين اللي ما عندها حتى دخل في المجال الاعلامي، وشريت ماكينات وكل شيء. وبعدين صار لي شويه مشكل قانوني وقت اللي انا كنت نحضر في مشروعي، قعدت دامت الفتره تقريبا 3 سنين محاكم ومحامين وغيره، فقلت المشروع باش يتاخر شويه، علاش لا نمشي ونعمل دورة تكوينية للمحترفين في التقديم التلفزيوني الإخباري، بما أنه إحنا ما عناش قنوات تلفزية تبث أخبار في تونس، عنا يذولي كان أخبار ثامنة أي في الوطنية. دونك قلت بوركوا با، واستثمرت في روحي وطلعت وعملت الفورماسيون اللي فادتني برشا، فادتني مش فقط في التقديم لكن حتى بسيكولوجيكما، تعرف قيمة نفسك أكثر، تعرف قدراتك أكثر، فادتني في الإلقاء، مخارج الحروف، في أن يكون عندي لغة عربية سليمة بيضاء مفهومة. والأستاذ اللي كان يقري فيا ديجا هو إلي بسيكولوج، دونك كان يعطينا ياسر ثقة في أنفسنا، ياسر أنك ما لازمش ترضى باللي يجي، أنه تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك. ووقتها حاولت تكون علاقات تخدم البر؟ حاولت وقتها باش نكون علاقات ونخدم البرة، لكن لقيت انه الموضوع ماهوش سهل كما يتوقعوه برشا، وكنت نقولها كيفاش في بعض الاحيان نشوفوا طلعت لدبي ولا تعيش في دبي، الحياه صعيبه برشا وغاليه برشا، وبالذات لما يكون عندك مسؤوليات وتكون تحت كلفتك معناتها صغير، القرايه غاليه، السكن غالي، حاجه اخرى الفتره هذيك كانت بعد الكورونا تمت مراجعه السالري اللي كانوا ياخذوه الاعلاميين وقتها، على عكس يمكن الناس تتوقع انهم برشا فلوس ياخذ الاعلامي، لا مش صحيح، أبين يكفيك انك مستلزمات الحياه الاوليه من غير القرايه، أبين
وكي تجي تحسبها تقول انا باش نخرج من كومفورت زون معين وباش نخرج لبرا نخدم اون كونتر بارتي شنو باش نتقد نتمرمد قد ما نجمش نواصل المشوار نتعب والفترة هذيك اللي أنا طلعت فيها كانت نقلة القنوات وجدت كل مع بعض ساعات راو أسباب ومسببات كانت نقلة القنوات الإخبارية للسعودية فالإمارات وقتها الفترة هذيك العربية والإم بي سي جروب وبلومبرغ الشرق وكلهم مشاو للسعودية دونك ما لقيتها ما تمشيش ما تمشيش الحكايه جديد توا فما بودكاست قاعده تحضر فيه دونك شنو هو المواضيع اللي باش تتناولهم؟ En fait, هما دو بروجي دو بودكاست البودكاست الاولاني مع كوتش دو في اميره بن عماره ماهيش اختي وما تكونش مني بالصدفه عندنا نفس اللقب نحن اصحاب عندنا نفس اللقب يعني عشره ونتفاهموا برشا معناتها اوني سور لا ميم لونغور دونت ان سارتان مومون انا جيتي كوتشي باغ ايل زيدا فقلنا بوركوا با نعملوا ان بودكاست نحاولوا نحكيوا فيه جوانب اجتماعيه اللي تهم المراه اساسا كيفاش تسترجع ثقتها في ذاتها كيفاش المراه تكون قويه كيفاش المراه توفق في اختياراتها فهذا هو اساسا الموضوع وفما ان اوتر بودكاست اللي انا تحت الدرس صراحه مانيش عارفه اني باش نصير فيه والا لا لانه الموضوع يطلب برشا فلوس وانا في الان نفسه قاعده نحضر في ان بروجي بعيد عن الاعلام هل قادره اني يعني نصرف في الاثنين الحقيقه مازلت ما نعرفش